أهلا بكم، أتمنى أن تكون قد أصبحت لديكم فكرة حول ما هو التكامل المزدوج أو كيف سنقوم بحساب الحجم تحت السطح. لذلك نفرض أن لدينا سطح Z وهو اقتران ل X و Y ويساوي X Y تربيع. إنها سطح في الفضاء ثلاثي الأبعاد، وأريد أن أعرف الحجم بين هذه السطوح ومستوى الـ XY، والمدى في المستوى XY والذي يهتم بـ X التي هي أكبر من أو تساوي 0 وأقل من أو تساوي 2، و Y أكبر من أو تساوي 0 وأقل من أو تساوي 1. ودعونا نرى ما يشبه فقط، لذلك لدينا التصور الجيد منه، لذلك رسمتها هنا ونستطيع تدويره حولها. Z هذه تساوي XY تربيع، هذا هو المربع المحيط، X يذهب من 0 إلى 2 وY تذهب من 0 إلى 1. نريد حرفيا هذا، هل يمكن مشاهدته تقريبا في الحجم؟ حسناً، ليس غالباً بالضبط مشاهدته حيث بلغ حجم تحت هذا السطح، بين هذا السطح والسطح العلوي والمستوى XY، وسوف تدور حولها حتى تتمكن من الحصول على أفضل حدس للحجم الحقيقي. دعونا ندوره. الآن يجب استخدام الفأرة لهذا، لذلك فمن هذا الفضاء تحت هذا هنا، إنها مثل عمل تحول أو شيء كهذا، ويمكنني أن أدورها قليلاً. ماذا تحت هذا؟ بين السطحين، أي أن الحجم يصبح، لقد انقلبت عليه، هناك تذهب، ذلك أن الحجم الذي نهتم به. دعونا نعرف كيفية القيام بهذا، وسنحاول جمع قليل من الحدس ونحن نمضي على طول ذلك. أنا ذاهب لرسم الإصدار من الرسم البياني، ولكن أعتقد أن القيام بهذه المهمة في الوقت الراهن، اسمحوا لي أن أرسم المحاور. هذا هو محور X وهذا هو محور Y وهذا هو محور Z. X Y Z. X تذهب من 0 إلى 2، لنفرض أنها 2. Y تذهب من 0 إلى 1، لذلك نحن مع الحجم فوق هذا المستطيل في مستوى XY. وبعدها فإن السطح سوف أحاول ما بوسعي لأرسمه بشكل جيد. أنا أنظر إلى الصورة، عند هذه النهاية سيظهر شيء كهذا. وبعدها سيكون خط مستقيم. دعونا نرى ما إذا كان يمكنني رسم هذا السطح. ثم إذا كانت جيدة حقا، أنا يمكنني تظليله، ستبدو كهذه. إذا ظللناها فالسطح سيبدو كشيء كهذا، وسيمتد هنا فوق هذا. هذا هو أسفل الزاوية اليسرى، يمكنك تقريبا مشاهدته، لذلك اسمحوا لي أن أقول أن الأصفر هو أعلى السطح، وهذا هو أعلى السطح، وبعدها فإن هذا هو أسفل السطح. لذلك نحن نهتم بالحجم في الأسفل هنا. دعوني أعرض لكم السطح الفعلي، لذلك فالحجم السفلي هنا
أعتقد بأنك حصلت على الفكرة، فكيف سنفعل ذلك؟ حسناً، في المثال السابق قلنا حسناً، دعونا نأخذ عنصر محايد وليكن y، ولهذه ال y دعونا نحسب المساحة تحت المنحنى، لذلك إذا ثبتنا y عندما نقوم بحل المسألة لن يكون لدينا تفكير بهذه الكثرة من التفاصيل، ولكننا نريد فعل هذا لنعطيك الحدس. لذلك إذا كنا سنختار y بشكل عشوائي، فإنه يمكن التفكير بالأمر إذا كان لدينا y ثابت، ثم إن الاقتران ل x و y غالباً نعرضه كاقتران ل x فقط ليعطي y. وهكذا نحن على وشك معرفة قيمة هذا، من المنطقة التي تحت المنحنى أو من المساحة التي تحت المنحنى يجب أن نعرض هذا كنوع من المنحنى لأسفل ولأعلى لواي المعطى. لذلك إذا عرفنا واي نستطيع حسابها لاحقا. على سبيل المثال إذا كانت واي 5 فهذا الاقتران سيصبح زد تساوي 25 إكس، وبعدها نستطيع ببساطة إيجاد القيمة للمنحنى في الأسفل، لذا سنجعل القيمة تحت المنحنى كاقتران لواي ستظهر مثل أنها مجرد ثابت، لذلك دعونا نعمل هذا. لذلك إذا كان لدينا دي إكس تعطي التغير في إكس، ومن ثم الارتفاع لدينا لكل المستطيلات هو ذاهب لأن يكون اقتران سيصبح زد، الارتفاع زد الذي هو اقتران ل x و y، وبذلك نستطيع أن نأخذ التكامل، فإن المساحة لكل واحدة من هذه ستصبح اقتران x y تربيع x y تربيع، أنا عملتها هنا لأنني خارج الفضاء، x y تربيع ضرب العرض الذي هو dx. وإذا أردنا مساحة هذه الشريحة لواي المعطى ونكاملها على المحور x سوف نكامله من x تساوي 0 إلى x تساوي 2، من x تساوي 0 إلى 2. الآن فقط نريد معرفة المساحة تحت منحنى في شريحة واحدة لواي واحدة، ونحن نريد أن نحسب المساحة الداخلية للمنحنى. لذلك ما نقوم به هو أن نقول هذه المنطقة تحت المنحنى وليس السطح، تحت هذا المنحنى لواي على وجه الخصوص، هذا هو التعبير. حسناً، ماذا لو أعطيته قليلاً من العمق؟ إذا ضربنا هذه المساحة ضرب دي واي بعدها سوف تعطينا قليلاً من العمق، صحيح، ونحن لدينا ثلاثة أبعاد من الشرائح للحجم الذي نهتم به. أعلم أنه من الصعب تخيله، دعوني أحضره هنا. لذلك إذا كان لدي شريحة هنا برزت لنا للتو من مساحة شريحة، ومن ثم ضربناها بدي واي لتعطي قليلا من العمق، لذلك سوف نضربها بدي واي لتعطي قليلا من العمق. وبعدها إذا أردنا الحجم الداخلي تحت المنحنى سوف نجمع كل دي واي مع بعضها ونأخذ المجموع اللانهائي لها، حجم متناهي في الصغر حقا الآن. والآن سوف نكامله من y تساوي 0، من y تساوي 0 إلى y تساوي 1. أنا أعرف أن هذا الرسم صعب تخيله، قد ترغب في إعادة مشاهدة الفيديو الأول، كان أسهل قليلا لفهم السطح. والآن كيف سنحسب هذا؟ حسناً،
كما قلنا سوف نقيمه من الداخل ونذهب للخارج. سوف نأخذ المشتقة الجزئية بالعكس، سنكامل هنا بالنسبة لـ x، وبهذا سوف نعامل y على أنها ثابت، مثل ذلك مثل عدد أو أي شيء من هذا القبيل، فهذا حقيقة لا يغير في التكامل، فما هو عكس مشتقة xy تربيع؟ حسناً، عكس مشتقة xy تربيع، أنا متأكدة من أن اللون متناسق. حسناً، عكس مشتقة x هو x للقوى 1 تقسيم 2، آسفة، x تربيع تقسيم 2، بعدها y تربيع فقط ثابت، ومن ثم لم يكن لدينا ما يدعو للقلق حول زائد c، هذا هو التكامل المحدد، وسوف نقوم بحسابه من 0 إلى 2، ومن ثم لا يزال لدينا تكامل خارجي بالنسبة لy، هكذا مرة واحدة ونحن نكتشف ذلك ونحن في طريقنا إلى تكامله من 0 إلى 1 بالنسبة لـ dy، والآن ما قيمته؟ سوف نضع 2 هنا، إذا وضعنا 2 هنا سنحصل على 2 تربيع تقسيم 2، وهذا فقط 4 تقسيم 2، إنه 2y تربيع، 2y تربيع ناقص 0 تربيع تقسيم 2 ضرب y تربيع. حسناً، هذا فقط سيعطينا 0، إنه ناقص 0، لن أكتب هذا، نحن سنحسب هذا عند نقطتي النهاية و2، هذا يحسب عند 2y تربيع، والآن سوف نحسب للتكامل الخارجي من 0 إلى 1 dy، وهذا هو الشيء المهم أن ندركه عندما حسبناه داخل التكامل. تذكر ماذا عملت، كنا في محاولة لمعرفة y معينة، وكان مجال هذا السطح. حسناً، ليس هذا السطح، مساحة تحت السطح لواي المعطى، فإن السطح سيتحول داخل المنحنى، وحاولنا معرفة المساحة تحت هذا المنحنى بالمعنى التقليدي للكلمة. هذه النهاية ستصبح كاقتران لواي، وهذا يجعل لدينا الشعور لأنه اعتماداً على y التي اخترناها، ونحن في طريقنا للحصول على مساحة مختلفة. من الواضح تعتمد على y التي اخترناها للمنطقة نوع من انخفاض الجدار إلى أسفل على التوالي، إن المساحة ستتغير، وبهذا حصلنا على اقتران ly عندما حسبنا هذا، والآن فقط كامل بالنسبة لواي، وهذا مخطط قديم، التكامل واضح. ما عكس مشتقة 2y تربيع؟ حسناً، هذا يساوي 2 ضرب y قوة 3 تقسيم 3، ما يساوي 2 تقسيم 3y تكعيب، والذي سنحسبه عند 1 و0، والذي يساوي، دعونا نرى، 1 قوة 3 ضرب 2 تقسيم 3 يساوي 2 تقسيم 3، سالب 0 قوة 3 ضرب 2 تقسيم 3 تساوي 0، إذن إنها تساوي 2 تقسيم 3. إذا كانت الوحدة بالمتر فستكون 2 تقسيم 3 متر مكعبة أو متر مكعب، ولكن هناك تذهب، هذه هي الطريقة لعمل التكامل المزدوج. حقيقة لا يوجد مهارات جديدة هنا، لديك فقط أن تتأكد من أن تتبع المتغيرات وتعاملهم المستمر. على أي حال لقد انتهى الوقت، سأراكم في الفيديو التالي، إلى اللقاء.